حركة من كرة هنا عبد الرجل تمريرة جميلة وفيها تسديدة قوية الله حمد ناصر شاهد التحرك وشاهد لعب الكرة والتمريرة إلى أبو بكر أديارة والتسديدة على عبد العزيز المواجد الذي شاهد هنا لحظة لعب الكرة ولحظة خروج الكرة والتمريرة والاستلام الكنترول الرايح من أبو بكر الديارة وبعد ذلك التسديدة على مول العروبة يعطي إضافة في الدقائق الأولى. نعم نصل إلى الدقيقة السابعة أو الثامنة. أبو بكر الديارة يضيف خيبري العروبة على اليمين عرضية وحول براس جول. قلنا العروبة خطير قلنا لعبها إلى ديارة. شوف 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 في ظل غياب جوهان ديارة براسية صعبة جدا على السنوسي صعبة جدا حساسي ربع راسه شوف ولعب الكرة العرضية هي الحلول هي أحد الحلول اللي قلناها العرضية خطيرين جدا ديارة. كرة طويلة تعود من جديد المحاولة عند ريلان لمصلحة العروبة محاولة المرور عرضية خطيرة أبو بكر ديارو هدف ثاني للعروبة وربما من حسم نقاط هذه المباراة بعد هذا الهدف. 4 دقائق متبقية في وقت صعب يسجل أبو بكر ديارة هدف التقدم هدف الانتصار لمصلحة العروبة. هنا ريلان اللي مصدر خطورة لكل الفرق مصدر دائما شاري مشارع نسي شاري في الدوران ممتازة لعبد الرحمن والعرضية والرأسية والهدف الأول والهدف الأول لفريق العروبة أصفر الشمالي يسجل روعة العرضية التي كانت ديارة والعودة مجددا نشاهد الإعادة عبد الرحمن الخيبري والهدف رائع جدا في حلق المرمى. أبو بكر ديارة عالج الكرة في الشكل المثالي الحارس مالك شلبية الأردني. إذا يعني العرضية رائعة جدا المميز في الكرات الثابتة وهذه ركنية تلعب على القائم الثاني تبحث عن مايا ومحاولة من أول الكرات الثابتة أبو بكر ديارة بهدف سجل بعد عرضية ولا أروع من رايلان ورأسية كانت في الزاوية التي يقف فيها أكثر من مدافع من جانب لاعبي النهضة. أحيانا زيادة الحرص غير هنا محاولة رأسية لكن عدت إلى خارج أرضية ستار خطورة ريلان في عرضية خطيرة معك حق تزعل هنا اللي عودوا يبحث عن أي ثغرة إلى ريلان يمرر بشكل ممتاز إلى أبو بكر والتسديد روعة من أبو بكر ديارة والأروع من مالك شنبية على مسافة قريبة. هنا التمريرة لم يكن متسلل أبدا أبو بكر ديارة ومالك شنبية ريلان حيونا في ضربة الزاوية هل تكون خطيرة العروبة الزاوية الله هذه كرة ريلان والرأسية عبد الرأسية الخطيرة من أبو بكر ديار قدم بالكرة لعبها أمامية اجبر خطيرة إلى الجهة اليمنى عبد الكريم تستعيد واحد الآن شوف الكرة وشوف التسديدة قوية عروبة الكرة الآن تلعب على ناحية اليسرى أبو بكر ديارة يبحث الآن عن خياره يلعب الآن عبد اللهي صاحب 46 نقطة أمام العروبة صاحب 39 نقطة الدقيقة الرابعة التي حضرت يبدلي عبد الرحمن شنار كرة سريعة هناك سلفا بار اللاعبين النهضة الآن بالكرة الماضية كان في داخل منطقة الجزاء كرة عالية محاولة رأسية بتعدي خطيرة للعروبة الكرة الماضية وتسديدة الديارة كانت خطيرة ومرت شوف إعادة لمصلحة العروبة تسديدة بعيدة
من جانب عبد الله ديانج. كرة لمصلحة العروبة على الجهة اليسرى، محاولة عند ريلان، محاولة تسديد لكن إلى خارج أرضية الملعب. متبقية على نهاية المباراة وشوط المباراة الثاني. ممتاز التمريرة من أبو بكر ديارة، خطير، أبعدها إلى ركنية، تلعب برأسية، برأسية، يا الله، الركنيات للعروبة خطيرة، ركنيتين، الأولى جاء من هدف التعادل في نهاية الشوط الأول، والثانية كاد أن يأتي منها التقدم مع بداية كلام خضير البراق. العزيز خضير البراق وقال لك بأنه الأجمل والأكمل دوري الدرجة الأولى، ومشاري الآن، مشاري لعب على تنفيذ الرمية الجانبية، أشرف نفذ لعبها، رأسية خطيرة، الخيبري باستقبال جمهور من أثاره، لكن الكرة عادت لريلان، مشاغب ريلان، تمريرته راحت إلى جهة اليسار، هناك عند لدى سلفة، سلفة إلى أبو بكر ديارة، بنية جسمانية ومتابعة وانطلاقة جميلة، أبو بكر ديارة مار، سدد كرة جميلة رائعة، أول تجربة له بالكرة السعودية مع فريق الجيل. هذه الكرة الماضية كان زياد بكوش معاه. النتيجة أكبر من هذه النتيجة. كرة في منتصف الملعب لمصلحة العروبة، سيعود سعيد عن طريق الإيران في شوط المباراة الثانية، والكرة الآن عبدولي لعبها إلى ريلان، ستة لاعبين آخرين أيضا من العروبة، وبالتالي الآن شوف جت اليسار إسماعي على القائم الأول، ولكن الكرة مرة ثانية زياد يلعب كرة عرضية، ولكن سهلة جدا إلى أبو بكر، سهلة جدا لوصل الكرة الآن تتصدر سلم الترتيب، خيبري لعب فيها كثير من الأهداف والإثارة، وكلها بالرأس على طول تتخلص، عادت من الفريقين، كانت على الجهة اليمنى ماجد سالم في عرضية كراسية تبعد من عبد الله وبكر ديارة إلى خارج أرضية الملعب، المدافعين هنا، الكرة العرضية والرأسية والتحضير، وفواز يبعد، الكرة ممتازة، الانطلاق محدود، ركلة زاوية تلعب الآن على القائم الأول، لكن تبعد بخبرته، أبعدها إلى ركلة زاوية، كرة على القائم الأول، الويز الآن لعبها إلى قائد الفريق بايكس في اللقطة الماضية، يلعبون بشكل أكثر من رائع، كرة تتحول الآن لأبو بكر ديارة، يحافظ على كورته، ولا زارو صاحب البطاقة الصفر، عشوان كرة تصل طويلة رأسية جميلة، شاهد خطورة العروبة و جانب المحترفين الأجانب، وهنا حقيقة لا يجب أن أشيد من شاهد من إنهاء شوط المباراة الأول بهذه النتيجة، لكن نتيجة هدف غير مطمئنة، في أي لحظة بيمكن تواجد قدم بشكل واضح الظهير اليسار لفريق العروبة، وماجد هزازي بدأ ثابتا وواضحا في مكانه، كاكا مانديز يرسل كرة طولية، لكن تلعب من ريلان لبكر ديارة، يحاول بكر ديارة، عبد المجيد الدوسري، هنا الاشتراك، هنا خطأ، صد قطعت الآن من الحاسبياني، حاول يمشيها وخطأ، خطأ الآن لفريق العروبة، حص على بطاقة صفراء في هذه اللقطة، في هذا الخطأ، حكم اللقاء الذي كان يتواجد في المركز الثاني في يعني قبل جولتين من هذه الجولة، الهجراوية ينتظرون الهدف والعروبة ينتظرون الهدف، ولكن حتى الآن لا أهداف في هذا اللقاء، مباراة أكيد هجوم، يعني الفريق ليس بذات القوة، تحدث على مستوى التهديف، يعني لديه 29 هدف،
العروبة سجل 29 هدف كذلك. والمحاولة الموازي يعيدها إلى السلطان الغامدي، يلعب كرة أمامية، استقبال ولا أحلى لهذا اللاعب أبو بكر ديارة الجميل اللي درب في طائر وحدة لاتفاق القادسية العروبة الأنصار ضمك. هذا المدرب ريلان 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 يلعب إلى أبو بكر، أبو بكر وانقضاض على الكرة الآن، يبحث ديارة، ديارة يلعب إلى ريلان عبد العزيز صراحة باردة أعصابه جدا عبد الله. يا أبو بكر ديارة الآن على الناحية اليمنى، شوف السرعة بصراحة 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 لابد من وجود لاعبين يتمتعون بالسرعة. صحيح الدوري يلو، هذا الدوري الجميل في دوري الأحداث المدي راجع ودرب جميل محمد قاسم، جميل بن قاسم المعروف تتحول الآن إلى عبد الله. إن هذا اللي يركض هذا يتابع التمارين كل يوم من كل النواحي يا ناس. لا أهداف حدثهم الآن، يعطي التوجيهات والتعليمات لأحد اللاعبين إدانا أكيد بأساسي في هذا اللقاء. الورقة البديلة يبدو لي مهند عوض هناك في الشوط الثاني، شوط المدربين كل منا ومن المباريات الرائعة في مباراة الذهاب. سجل العروبة أولا، هناك في أوراق بديلة تصنع الفارق، تصنع الفارق هناك في دكة المدرب، ولكن يبدو لي نعم حاضر بجانب فيليب مايادي كلاعب العروبة. طويلة من سلطان الغامدي، راسية جميلة بتعود عبد الله السواعي الذي ترك أرضية الميدان ودخل ثامر الحرجة الذي تحدث عنه. هنا كرة إلى مبكر ديارة، ديارة تمريرة إلى عادة سريع عبد الرحمن العنزي، تمريرة إلى مبكر، إلى خيبري، إلى الجهة اليمنى مشاري عروبة عبد الرديق يشق وسط الميدان وإلى الجهة اليمنى، هناك عند مبكر ديارة، أبو بكر يتابع، تمريرة إلى عروبة، كرة اللعب طويلة إلى الأمام أبو بكر ديارة. والأوراق البديلة التي أعطت إضافة لي الجيل، ولكن إضافة بدون أهداف ليست إضافة بكل تأكيد. تشير بعض المراكز بكل تأكيد تعطي قراءة وتعطي هناك أمور عديدة جدا، ولكن الأوراق البديلة تحضر وإلى حد هذه الدقيقة وإلى حد هذه اللحظة. ولكن سهلة اللقطة الماضية، سهلة اللقطة الماضية، خيبري إلى أبو بكر ديارة، عبد الله ديك وثامر، خيبري إلى عبد الله ينقى، تمريرها إلى أبو بكر الديارة يبحث عن منحة سلفة بكل تأكيد. لحظات صعبة جدا على فريق الجيل بكل تأكيد، وصعبة جدا ليست بالصعوبة التي أتحدث عنها عن الجيل كنفس الحال للعروبة، لأن العروبة متقدم بهدفين، ولكن الجيل يريد أن يظهر في هذه الدقائق. كرة من سلفة، سلفة العبة للأمام مقطوعة لمصلحة الديارة للخلف، مايا خلص الكرة عالية إلى حليلي رأسية مرة ثانية ممتازة ديارة خطير، ملعوبة للأمام لراموس يحاول يعدي راموس، عرضية اللعب خطرة لمصلحة العروبة، ديارة هي العروبة أكثر تنظيم أكثر وصول أكثر خطورة يا ديارة، هي أهل دينج يعني. إذا نتكلم هذا الموسم ومن الفوج يتقدم، يلعب كرة طويلة باتجاه ديارة ومعه هزازي، ديارة وهزازي هذا مرة ثانية تسديدة راموس سهلة، النهضة لا يبحث فقط عن هدف تعادل إنما يبحث أيضا عن انتصار، لأن التعادل أبدا غير إيجابي. كرة خطيرة أمام المرمى العنزي، سعيد الدوسري معاه لأنصار ومحبي عروبة الذي لكن في إحصائية أحمان أقل المدرب السعودي، وكان هذا الخلود المهاجم كودو
مهاجم فريق الخلود. الكرة تلعب تازن يا أبو بكر ديارة في الاستقبال ملعوبة بشكل ممتاز إلى الوين الخلود والحزم من الكرة تعود لصالح فريق العروبة ريلان. ريلان في الماضي في لقاء يعني هدف التعديل أمام فريق الخميس الموالي الذي يعني كان من نقطة يعني أمام جمهوره التسجيل سقط هذا الخطأ خطأ دارج والصحيح هو جميل قاسم المدرب عبد الرحمن الخيبري. العروبة أفضلية واضحة على مستوى النتيجة على مستوى حتى التواجد نتيجة مدوية والعين آخر نتيجة كانت بتقدم فريق العين بهدف. هذه النتائج خيبري يلعب كرة على الهزازي إلى أبو بكر ديارة يتراجع ديارة يحاول أن يجد ردة فعل سريعة للفريق العرباوي. كرة في المنتصف كرة في المنتصف إحقاقا للحق كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الدعم السخي العروبة يتقدم على القادسي والكرة الآن ملعوبة لمصلحة فريق العروبة في الجهة اليسرى محاولة حق مشاري كرة مقطوعة عادت الآن عند يوسف يوسف نقلها إلى مشاري ملعوبة خطيرة الآن في ضربة المرمى الغامدي سلطان نفذها لعبها نقلها أمامية إلى الأمام تتجاوز خط المنتصف ريلان لعب الكرة نقلها إلى عرض واحد اثنين العروبة واحد القادسية والعروبة بربع سلطان سوادي أحمد عبده وعبد الكريم يودة بخط المقدمة بالنسبة للفريق الوحدة رفع رويلي ينقذ مرمى العروبة ريلان تمريرة الكرة تمر للجهة اليمنى ديارة مع الكرة ينتظر مساندة عبد الإله بخاري مع الكرة خلفية في الجهة اليمنى ماجد هزازي بكرة عرضية تمر لصالح العروبة لا زالت الخطورة مستمرة ماجد مخبر الخيبري وتعود لصالح العروبة تمريرة والتحرك وحتى صناعة اللعبة أحمد عبد اللعب كبير لصالح العروبة الآن تمريرة سيارة إلى ريلان كان حقيقيا في شوط المباراة الأول بتسجيل الهدفين أحمد عبد الآن بثلاثة أهداف يسجلها مع الفريق الوحداوي يتقدمون صالح العروبة في هذه تفوق وحداوي كبير مستوى ونتيجة بالتالي